الحمد اخر لله. مره كنت معايا توقعات توقع غلط، هم لو قالوا لي ادام الكابتن احمد كوش معاك النهارده تبدا بيها. معلش ماتش الاهلي والزمالك، معلش انت ساعات بتتوقع صح ولا بتتوقع غلط برضه؟ بنقول كان عندي احساس الاهلي انت قلت لي الاهلي هيكسب المباراه دي فرق ثلاثه. لا ما قلتش فرق ثلاثة، لا قلت انا اكتر فاكر، من اتنين. لا لا انا فاكر لا فرق هقول لك ثلاثه. ليه انا قلت كده، هقول لك ليه برضه. اللي احنا انا كنت لاعب في النادي الاهلي، والجيل بتاعي والجيل اللي قبلي والاجيال اللي قبل كده، لما كان بيجي يقع ماتش يخسر ماتش او يتعادل ماتش، بيخش المباراه اللي بعدها صح بشراسه غير طبيعيه، صح وبيصالح جمهوره، صح ودايما بنقول الاهلي ما بيقعش مرتين ورا بعض. صح فانا بصراحه كلمت من منطلق ان ده النادي الاهلي وده الطبيعي، وانت داخل على مباراه بعد مباراه تهزمت فيها، وداخل مباراه لازم صالح فيها جمهورك، ومباراه كاس. فكان عندي يعني امال كبيره ان اللعيبه تقدر تحقق ده، لكن الفريق كان ما كانش في ادائه، وكان ما كانش كويس في المباراه دي خالص، طيب وكنت مصدوم من الاداء بصراحه يعني. مصدوم. طبعا. ايه المشكله بشكل عام؟ لا بشكل عام قبل المشكله ما نخش على مباراه النهارده. المشكله بشكل عام تلاحق المباريات بالنسبه للنادي الاهلي، 3 مواسم ورا بعض صعبين صعبين. خلينا نكون واقعيين، الكلام ده مش بنقوله تبرير، لا ده حقيقه. اللعيبه بقى اكتر لعيبه بتلعب في الدنيا لعيبه النادي الاهلي، بيلعب افريقيا وبيلعب الدوري وبيلعب الكاس وبيلعب السوبر وبيلعب منتخب مصر منتخب مصر وبيلعب بطوله عربيه وبيلعب كاس عالم الانديه كتير. فاللعيبه دي ما ريحتش، فواضح حتى انت شايف النهارده اللعيبه، هو ده لعيبه النادي الاهلي، هو دي امكانيات لعيبه النادي الاهلي، هو ده مجهود لعيبه النادي الاهلي، هي دي شراسه اللعيبه بتاعه النادي الاهلي. فطبعا كل المباريات اللي ورا بعض، انت لسه لاقي اللاعب من يومين، كل يومين يلعب ماتش، صعبه جدا يعني. انا عاذر فيها اللعيبه، لكن برضو في نفس الوقت انت الكواليتي بتاعك مختلف عن كواليتي الفرقه اللي بتلعب قدامها. مهما تكون تعبان مجهد، عندك من الخبرات اللي تخليك تعرف تحسم المباراه. نمشي واحده واحده. طيب تمام، عشان امشي على كلامك. ماشي كده كده انا زي زيك معترف ان الاهلي مجهد جدا جدا، وزي ما انت قلت مفيش فرق في العالم يا جماعه بيحصل فيها زي الفرق في العالم ده حقيقه، بتحصل في الفرق المصريه، اكثرهم طبعا الاهلي. يعني طبعا هو الزمالك بيلعب بضغط مباريات بيراميدز وباقي الانديه، بس الاهلي تحديدا عشان مكمل لبطوله افريقيا للاخر، بالظبط وكان عنده لاعبين دوليين كمان اكتر في منتخب، يعني في تفاصيل تخليه مرهق اكتر شويه. بالظبط.